كرواتيا. يبدا المشوار في كاس العالم مع المباراه الافتتاحيه، مباراه عليها تركيز كبير لانها تعلن انطلاقه اكبر حدث على مستوى العالم، بطوله يتابعها عشاق كره القدم وحتى غير متابعي ربما لكره القدم، بطوله يحلم فيها الجميع، الكل يبحث عن لقبها، الكل يبحث عن المشاركه فيها، الكل يريد ان يصل صوته الى العالم من خلال هذه البطوله، ثم ان الكل يريد ان يحقق الفوز والنجاح والتاريخ في هذه البطولة. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. إنما فاتت الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو. الأرجنتين ينقل الكرة بشكل سريع ورائع. خطورة لكن اليوم في أفضل أحواله لوكا مودريتش بإمكانه إبعاد الكرة، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. باريتشيتش إبعاد الكرة مطلوب هنا، كراماريتش كان يحاول أن يخلق الخطورة لكن الدفاع تمكن منه في النهاية. أكونا يحصل عليها، مودريتش يحاول تمريرها، بيريزيتش يسجلون الهدف الافتتاحي. واضح ان هناك عمل من المدرب بخصوص الضغط والبريسنج العالي على الخصم في هذه المناطق من اجل خلق فرص اخطر على المرمى. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. بوفازيتش على تنفيذ الخطأ، كارت أحمر مباشرة من حكم المباراة. هذه هي الدراما والإثارة المطلوبة في كرة القدم. كرة خطيرة إلى الأمام، دقة غابت عن الكرة العرضية، يلعبها لمنطقة الخط، ليونيل ميسي Yeah.
ميسي يلعبها قصيرة، يلعب العرضية تسديدة. يواصلون المباراة بعد أن تعادل الفريقان. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى اللحظة لا نجزم بتفوق فريق على الآخر في هذه المواجهة الصعبة والمتكافئة. تلعب الكرة إلى الأمام، بيريزيج وتاميندي، شتت الكرة بعيدا. باريتشيتش يعود بالكرة وسط الملعب، يلعبها على اليمين، كان من الصعب أن نرى نهاية أخرى لهذه الهجمة. مودريتش، كراماريتش، ريبيتش، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. وهذه رمية جانبية. الحكم يعلن نهاية الشوط الأول. نجاح كبير جدا في العودة إلى المباراة وأجوائها رغم حالة الطرد ثم تسجيل التعادل. ها هي ركلة البداية للشوط الثاني من المباراة. كوريا، دي باول، هذه لعبة خطيرة هنا. بابو غوميز، فيرساليخو، ليونيل ميسي، تروح الكرة للجهة الأخرى. مدرب لم يغير حتى الآن، قد تكون ليونيل ميسي هدف للأرجنتين. ومع هذا الهدف تكتمل العودة في النتيجة. كل لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. الأرجنتين متقدم بفارق هدف الآن، يسيطر على الكرة. كان قريب من اختراق الخط الدفاعي، بالتأكيد راح يكتسب ثقة لمحاولة مرة أخرى. ثقة كبيرة لتحدي خط الدفاع بهذه الطريقة الجريئة. ربما كان أنانيا بعض الشيء، لكن أحيانا أيضا الحل الفردي يصنع الفارق.
أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. ليونيل ميسي أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم مباراة يطلق صافرته. نعم كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. بابو غوميز، لعبة جميلة تزيد أجمل. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. بابو غوميز قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر. بابو غوميز فشل في اختراق الدفاع بكرة بينية. مارتينيز، مودريتش، الآن إمكانية المرتدة، هل يمكن أن يستغل الفرصة؟ بيريزيتش باتجاه المرمى، الله مارك ينجح في التسجيل. كرواتيا عادوا إلى المباراة مرة أخرى. لم تظهرلك إمكانيات العالية، إنها رائعة جدا الهجمة، لعب الكرة بكل هدوء بثقة بإمكانيات عالية جدا بلمسة حريف. يحاول إيجاد حل تغيير على أمل تحسين وضعيته في المباراة. نلعب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وأصبحت النتيجة هي التعادل ثانية. باريدس، كرة طويلة للأمام، يمر ويلعب كرة بينية، عند مساحة خالية على الطرف، يلعب الكرة إلى المنطقة. بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدا الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن أول ركلة سينفذها دي ماريا. دي ماريا يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى. ضاعت الركلة الأولى، ويا له من سيناريو قاسي عليهم الآن. بيريسيتش يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته، لعبها بشكل رائع بكل ثقة سددها، عرف كيف يسجل ركلة الجزاء. ثاني لاعب يسدد، الله ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. يتقدم اللاعب الثاني في الترتيب.
تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بداني أنه مستحيل التصدي لها. ثم مع الثالث الآن بالعبور، كانت قريبة جدا من الحارس، حاول أن يخدع حارس المرمى لكنه فشل، وتفوق عليه الحارس في هذه اللقطة. فرصة لتعزيز التقدم، ينجح في أن يخدع الحارس يسجل هدف. أوه، كرة الاطمئنان داخل الشباك. الأرجنتين عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. الأرجنتين عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه.